الو وي اسمع اخو كاين ماتش ياك جيت لعب طار عليك باينه فيها يا خلاص نتكلم عليك انا درت فيك الثقه اسمع بصح مع من لعبوا مع الجيران الجدد اللي جاوا من افغانستان يا نوح باص ثاني واحد فجره يا حمزه اسمع هذا مين تفكرت على بالك انا مريض بما شك مريض ودي انا مريض في حاله اني بلايزايمر يا اخو واش معناتها لايزايمر راك تعرف يا اخو بوينت كوتي كدا هذيك هي اسمع غدوه الماتش على الربعه قال لك يصلوا الفجر ويجوا يلعبوا بالك ما تجيش اوه اليوم الحفله نلعبوا مع الحلاوي السولي ديالي موناتي واجده كروشيا لي ساكسيسوار اوه اليوم نربحوا الماتش باذن الله سيت ابو نواس حاضر هذه اوكا وكاش واحد ما كان بيت خصني جوال قالوا وي ابو لهب اسمع جيت لعب خصني جوال ما كان لا ما تجيبش معركه خفيفه السيفوني وحدي باسي اطلع هيا هاك اسمع بالون برك ما كاين والو كمل تلعب كمل اشحال تشكو خو ادي كفر شريكي تيوق حول ابو لهب يا خو كثير تعليه بهيت شوت على بالك قلت لك كثير عليه في رجلو برك هاك صرحتو السيد والله غير كي جيت تسحبي انت ديرو اوه انت ديرو يا خو خليه لك ليك انت تعرف تيري واسمك تيري يا خو والله غير تسبق دير لك والله غير يا خو خلاص راه نتيري هنا راه يا خو راك طول دير الكفر ودير ابو الهول الضربه بقنبله كهرومغناطيسيه ماينوتش